لايقين لبعض قوي. تفتكر بتشتغل في اليونسكو صحيح؟ جايز. وجايز بتشتغل حاجة تانية. مش تحذره؟ أحذر مين؟ ده جن. ما هو الراجل الجن ده هو اللي يتخاف عليه. يبان عليها معجونة بمية عفاريت. رأس ايه ده يا اخي؟ انت بترقص مع الساعي بتاعك؟ ما تحضني شوية. انت طول عمرك بتشتغل كمساري طيارات؟ ايوه. اللي بيشتغل في الجو او في البحر بيكون نوع من الهروب. انت بتهرب من ايه؟ وليه ما تقوليش ان فوق الواحد بيشوف حقيقة كل حاجة في الدنيا؟ بيشوفها بيضة زي السحاب. كل حاجة في الدنيا فيها ابيض واسود. انا طول عمري احب الحاجة البيضة. يا بيضة. اسمع، ما تاخدش عليا قوي، فاهم؟ انا جد وما احبش الكلام الفارغ. اجتماع بكرة هيخلص الساعة كام؟ 10 الصبح. هقابلك 10 وبكرة. يا سيدي، قمموا مصانع الصابون بتاعتنا، حارتنا كلها تحت الحراسة. بابا ما تحملش، توفى. كانوا بيصرفوا لنا 300 جنيه في الشهر. تصور بيت طويل عريض يعيش ب 300 جنيه في الشهر. ودول يعملوا ايه دول؟ دول ولا حتى يسقوا مية. استغنينا عن الشغالين، اكتفينا بأربعة، السفرجي، السواق، اتنين شغالات. طب ولما اتفكت الحراسة مش كل حاجة رجعت لكم؟ بعد ايه؟ بعد ما اتبهدلنا؟ في حاجات كتير بتمر على الانسان مش ممكن ينساها. مظبوط، عندك حق. انا مثلا عمري ما هنسى اول سيجارة شربتها، اليوم اللي اتخرجت فيه من معهد الطيران، واول مرة اطير. بعد كده اكتشفت ان الطيار زي الطير، اصعب حاجة عليه انه يبقى على الارض شايف السماء ومش قادر يطير. والدك كمان طيار؟ انا بقى يا ستي ابويا الدكتور الحسيني، عايز الدين الحسيني لو تسمع عنه. عارفاه، مش اللي فاتح عيادة في سيدنا الحسين؟ دراعك يا خواجة، مش قبل شهرين كمان الحركة دي. هم على فكرة مش اي واحدة ترضى انها تتجوز طيار. صدقيني ايمي، انا بحسد كل موظف يروح بيته الساعة 2 في ايده كام رغيف وكيس عنب يتغدى وينام على طول. يعني انت نفسك ايمان، انا نفسي في حاجة واحدة بس، نفسي اقعد معاكي هنا على طول، نفسي كده عقارب الساعة تقف ما تتحركش ابدا. انا عارفة من الاول انك طيار. مش في عواطفي. ذئب محترف. لا والله، ده انا ذئب ابن حلال قوي. ايمي تسمحي لي اندهلك؟ ايمي اسمح لك، ولو انك بتنطقها وحش قوي. مالك ايمي؟ في ايه بيعذبك؟
بيعذبني. بالعكس انا عمري ما ضحكت زي النهارده. عشان كده انا بسالك، كل الضحك ده وكل النكت بتاعتك انا شايف فيهم حاجه تانية. شايف فيهم ايه؟ الالم. في ناس لما الالم بيزيد جواهم بيهرجوا. انت من النوع ده. حتى ضحكتك انا سامعها صرخه، صرخه انسان بيتعذب. مالك يا ايمي؟ كابتن احمد، ميعاد الطياره. إيمان أنا آسف. الكارت ده في تليفوني. عندكوا تليفون ولا بتتكلموا من عند البقال؟ ياه اخيرا بتنكد. وحتى لما بتيجي تنكد بتقول نكت بايخه. اكتب عندك يا سيدي. حاضر. البيت 800735، الشغل 45666 و67 و68، ده السويتش. الخطوط الجوية. لو حد رد عليك قول له اديني 17. بطلب الكابتن احمد عز الدين الحسيني في الاداره. هشوفك فوق. باي. هوصلك لحد البيت. مفيش داعي، الشارع بتاعنا فيه مطبات، مش هتعرف تنزل فيه بالطياره. هنزل فيه بالتاكس. باي باي. معاك حاجة؟ لا أبدا. الكيس لو سمحت. شكرا. مع السلامة. ميرسي. أهلا أبو سريع. أهلا، أنا جاهز. البرابق سليم أهو. لا معلش، اتكل على الله أنت. أنا مش هروح معاك. إيه يا كابتن؟ لسه زعلان مني؟ لا أبدا. انا اصلي هروح مع خالتي. بقيت الكرو جايلك تبقى تقف بيهم في السكه زي ما انت عايز. ها خالتك. ظريف صرفي يا ماما، وابني ناس كويسين قوي. اهو الظريف ده هو اللي تخافي منه، مش جايز يكون نصاب وعايز يلعب وبس. اهي الظريفة دي هي اللي تخاف منها، مش جايز تكون نصابة. مش ممكن يا ماما، مش ممكن. دي بنت الأستاذ عبد الرحمن. لا يا شيخ، بنت عبد الرحمن. عبد الرحمن مين؟ عبد الرحمن بتاع مصانع الصابون. ده راجل معروف قوي. لازم عبد الرحمن النابلسي. ماما أنا بتكلم جد. مش ممكن يا ماما، ده ابن الدكتور الحسيني. الحسيني؟ الحسيني مين؟ معرفش، بس أكيد دكتور كبير قوي. وعلى العموم دي علاقة انتهت قبل ما تبتدي. مفيش واحد بيتجوز واحدة عارفها من الشارع. بابا
انا ما عرفتهاش من الشارع. ما تفرقش، عرفتها في الجو. اسمع يا احمد، احنا ممكن نجوزك من احسن العائلات في مصر. من يوم موعيد وانا بسمعك تتكلمي عن احسن العائلات. بصراحه انا مش فاهم لحد دلوقتي يعني ايه احسن العائلات. احسن العائلات يعني صحيح يا زينب، احسن العائلات يعني